زيادة الموظفين يضيف ضغوط على الحكومة، هذا يزيد من الميزانية التشغيلية للدولة، وبالتالي يعني الآن أسعار النفط عالية، باكر عقب أسعار النفط إذا نزلت مثلا وحلوا الأزمة الأوكرانية، منين هالحكومة راح تدفع رواتب لكل هذه الجيوش المليونية من الموظفين؟ هذا مو حل، هذا اللي ما تقوم به الحكومة لإسكات الشارع هذه مو حلول. الحلول هي تشغيل القطاع الخاص، هي إيجاد فرص عمل للشباب، ليس كل أمر يتم حله من خلال التعيين. يعني أين القطاع الخاص؟ ملايين المصانع والمعامل توقفت وسرح موظفيها وعمالها إلى الشارع، وقسم كبير منهم ذهب إلى الميليشيات، وقسم منهم غادر البلد، وقسم منهم انحرف حتى عن القانون والعدالة. يعني الآن صاروا كثير منهم يقول لك أنا منين أجي؟ اللي سرق واللي قتل واللي صار مسلب شيء، يعني كل هذه بسبب البطالة والحالة المزرية اللي يعيشها المواطن. موضوع انه تيجي تفرض انت ولا المحاضرين عينوهم هذا مو حل، حتى اذا تفرض تعيينات. الان الكتاب صادر يوم امس وطلعته قناه الاعلام الرسميه وكاله الاقوى العراقي انه لا تعيينات، لا تثبيت عقود، لا تعيينات بعقود يوميه في سنه 23. هذا كتاب وزارة المالية يوم أمس. إيه لا نقل من الوزارات، لا تخصيصات. لا نقل من وزارة، لا نقل، هذا كله معناه بالدولة أصبحت متخمة بجيوش الموظف. هذا إجراء الانتهى يوم أمس، هذا معيد له طبعاً باعتبار أنه هؤلاء الأشخاص يعملون من أكثر من 5 سنوات وعلى يعني كعقود، ومن حقهم أن يثبتون على الملاك، لكن باقي القطاعات المتوقفة الآن. الدولة ملزمة بتشغيل القطاعات هذه، وهذه من أهم المشاكل الاقتصادية. نعم، لكن بالمنظور السوداني لحد الآن دا يحاول يكسب الشارع.